in our school library. سألوا سؤال تاني. ها هاي يوسف. Where can you find your information? لا. ها مين يا جماعة يجرب؟ كان آدم. مش فاهمها يا مستر. حبيبي تسلم. ماجد. طب معاذ. كان. طب مهند. طب سجا. طب مستر محمد. يا ريتهم. What about the internet? يعني ممكن نقول it sounds good زي الاقتراح. ما هو اقتراح اهو. طب وجربت الانترنت؟ اقترح عليك اهو. What about the internet؟ هقول لك انا العلاقه دلوقتي. Sounds good. فكره رائعه. Sounds good. But where can I find such information؟ فقال له تحت there are many many sites. في مواقع كتير. ما بس هي صح. ماشي. ايوه عاوز ايه؟ نبيل مين اللي يعني لا ده خالد. خالد بيقول له انت بتجيب معلوماتك عن الموضوع اللي انت بتعمله ده منين؟ فنبيل قال له دي نبيل في جدع على نبيل. يلا اسمه بقى ومهتم بيه. احنا هنمشيها بقى خالد فاهم يعني فكك من الاسامي دي. خالد فنبيل قال جو اعكسها بقى. ده خالد صح وبعدين ده نبيل. اصلا مش هتقف على الاسماء. يا سلام. طبعا مش هنقف على الاسماء. انا لسه اكمل. حاضر ماشي. بس هو مركز يا جماعه برضه. هو مركز في حاجه ثانيه زميلكم يعني. ده 100 100. There are. انا على فكره بس ما اتكلمتش. طب احنا اسفين يا صلاح. There are many sites. There are many sites where you can find such information. سألوا سؤال قال له if you search the title you need you will get many of them. لا شاتو ايه بشار ايه عم قول يا بشار. How can I find these sites? Hello, if you search the title you need, you will get many of them. 31D homework, 32 homework, 33 homework. ما عدا rewrite. هات rewrite. نمشي بالذوق. شكوى انت قلت وما جاوبتش. بسملة. Would you like to go to the club on Monday? Fancy? Do you fancy? Do you fancy going, Galo? Do you fancy going to the club on to? Let's go to the club tomorrow. How about? Let's go to the club tomorrow. How about? Bus, huh? How about going to the club tomorrow? Three. طبعا عندي up to دي بيجي بعدها فعل مصدر. جانا.
صح. What are you up to do this weekend او at the weekend؟ بلان فور، بلان تاخد معاها حرف الجر ايه؟ فور. انما هنا what are to do at the weekend عاوز ايه؟ امال هتقول ايه؟ up to ايه؟ لا بصدد. يا عمك مدرس عربي. up to do يعني هتعمله، بصدد ان تفعله. صياد صدادة بعد نسميه صدادة. يلا يا رحمة. Do you fancy having pizza? Would you like to have pizza? يا ريت والله. Would you like to have pizza? I'm sorry. What about going, صح كده، going to the park? Six. How about visiting our grandparents? Let's. Nabil. Let's visit. Chat. يلا بي. Let's visit our grand. هو grand يعني ايه؟ كبير. ها؟ لا. جماعة هو لو رمضان، مواعيد رمضان يجمعنا ان شاء الله. جبنا بس ربع ساعة بدري. ربع ساعة. يعني لسه ما ينفعش الفطار وخلاص. يعني ايه؟ لا لا لا، بعد الفطار في مجموعه بعد الفطار. الساعه كام يعني؟ بدل 2 2 الا ربع. هيحصل حاجه؟ لو عطيت ايام مش ربع ساعه. 2 الا ربع. لسه في نفس الايام دي؟ نعم. نفس الايام دي؟ لا، من رمضان باذن الله. لو حضرتك ابعد عن الاثنين والجمعة. ابعد عنهم؟ ليه بيكهربوا؟ لا عندي دوس فيهم يعني. ما احنا مجموعتنا حد واربع، انا بتكلم في نفس ميعادنا. ها؟ عادي يا مستر عادي. ايه يا ابني ده؟ حاضر ماشي خلاص يا جماعه. هو وصل فكرته واحنا، هو كل ده كان بيقول عادي. لا مش انا، ده كان واحد تاني. انا لسه عادي. انا عارف. ياسين ياسين بليز ويت ا سكند equals a please hang a hang on. بس ما فيهاش اي مشكله. hang on. 8 I want to see a film. fancy بشار. I fancy seeing a film. ايه ده، ينفع تيجي جمله؟ انا ما قلتلكش. I fancy seeing a film. انا اقعد اقطع فانسي جونج تو سي جوينج تو ايه سي افري. مش عارفك ان هو في السينما، ممكن في البيت، ممكن في الغيط او على الحيط. وود يو لايك، او في البيت. يلا يا حمزه. وود يو لايك تو جو اون ا تريب نيكست ويك فانسي كده حمزه فانسي واحنا قاعدين. ها
Do you fancy? والله لما بأكلك روم. Going on a trip next week. Then, Hani. Why? Huh? Why don't we? طرب هاني. Go to Alexandria this year. يلا يا يوسف. She will buy. I owe you the information if you telephone me tomorrow. شباسي. I will give. We won't go out if it rains. ماشي. Four. خالد عثمان. If you head to the website, you will find some interesting information. If you خالد جوز مين يا خالد؟ يو يا خالد تيجي معايا جوز ازاي يا خالد؟ يا اخي يا اخي تقول لا جو عبد الرحمن. نعم قول يا حبيبي. What will you do if your computer doesn't work? Mazen. If he spins hard, he will fail. صح. طب. ما هي مذاكرتك دي مذاكرة؟ يعني لو هو ذاكر بجد هيفشل برضو؟ طب يعمل ايه الولد؟ لا سامي يا احمد. سامي يا احمد. ها عبر عني وزوج. غلط. unless ما تنسى اللي هي مستر هي نمبر 5 كانت هتبقى ايه؟ نمبر كام؟ 5. 5 doesn't work. شكرا. العفو. نعم قول له يا ابني قول له شبلي من اشبال اهو. ياسين وير 7 ياسين 7 if you need call me تعالى call me يالا call me اتصل عليها على طول. يبقى بدل ما اقولها جمله بويل اقولها ايه فعل امر. لو عندك اي مشكله يا فندم اتصل بينا على طول. يبقى ها لو عندك بقى مشكله منين ما تحصل مشكله فانت تقول له ايه if I have a جاب نصب if I have a problem I will call you. شكرا يا ياسين. نورهان يا ابني كيف ايه؟ انا نورهان. اي نورهان يلا انا قول if she were you مش احنا ما قلناش هوز ينفع هوز بس هو احسن ويت احسن. احنا قلنا ها الحاله الثانيه بنجيبه مين وير ده بعد كده الهوم ورك 35 بس الجرامر بس 35 بس يبقى على الكلمات وعلى الجروب بس او على الجرامر بس بس احنا على الله يا استاذ اكتب الواجب على الجروب على الله. حاضر. الناس اللي ما سمعتش تدخل تسمع. حاضر. ايه؟ ما كان في واجب الاول. كلمات.
كان فيها كلمات وصفحه واحده جرامر اخر واحد 35 على الجرامر 35 بس في قبلهم بقى صفحتين كده او حاجه. ايوه اتفضلوا يا شباب.